بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما كنا بنتكلم في القناه دي على مواضيع ما بتعجبش الناس، هنكمل برضو علشان احنا الحمد لله رب العالمين، يعني الناس اللي بتشترك في القناه محترمين جدا، والناس اللي بتلغي الاشتراك برضو محترمين جدا، وفي الحالتين انت حر رايك ورايك وانت حر فيه، زي ما انا برضو حر رايي وانا حر فيه. ممكن نتناقش بس هنتخانق، الموضوع مش مستاهل. مثلا لو حبينا نتكلم على الخسران الوحيد في البطوله دي كلها، اعتقد ان هو سامويل ايتو. سامويل ايتو هو الخسران الوحيد في البطوله دي. سامويل ايتو اللي تحدى الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي علشان خاطر لا مؤاخذه يعني الكاف بتاعنا ملوش اي 60 طلب، والمسؤولين في الكاف ما يقدروش ان هم يقيموا اي بطوله افريقيه الا بالاذن من الاتحاد الاوروبي او بالاذن من انفانتينو. سامويل ايتو تحدى الجميع وقرر ان هو يعمل كاس الامم الافريقيه، قرر ان هو يقيم كاس الامم الافريقيه، وعلشان متسيبي راجل ضعيف اتحمى في سامويل ايتو، وسامويل ايتو هو اللي شال قرار ان البطوله تتلعب من عدمها، فالبطوله اتلعبت. وعايز اقول لك عزيزي حاجه، الكاميرون مش جاهزه من 2017، ففكره ان الكاميرون تتحاسب على ان الملاعب سيئه والفنادق سيئه، الكلام ده قديم بقاله فتره طويله. وعلى فكره لو استنينا لحد 2023 او 2024 صدقني ما كانش في اي حاجه هتحصل في الكاميرون، لان احنا زي ما احنا عارفين افريقيا والحروب الاهليه والمشاكل الكتير في افريقيا. فالنبي حته التاجيل وحته ان هم ما كانوش مستعدين، الكلام ده يعني مبالغ فيه، لان هم في كل الحالات مش هيكونوا مستعدين، لان هي دي افريقيا وهو ده الاجواء اللي عندنا وهو ده الفنادق اللي عندنا وهي دي امكانيات القاره دي كلها. يعني معلش يعني بطوله افريقيا مش هنقيمها في قطر، ولا بطوله افريقيا هنقيمها في دبي، ولا هنروح نلعبها في فرنسا، ولا هنلعبها في ايطاليا. هي افريقيا كده، هي بطولات افريقيا كده، وهي الاجواء عندنا كده. كون بقى ان سامويل ايتو والكاميرون تمت مجاملتهم في القرعه علشان يوصلوا دور اربعه ويلعبوا فرق قويه، فدي مش بتاع سامويل ايتو خالص بصراحه، دي بتاع الاتحاد الافريقي المنظم للبطوله والاتحاد الافريقي المسؤول عن الدوره كلها. زي حته مثلا لما في ناس كانت بتتكلم على سامويل ايتو في قصه المعامل، يا جماعه سامويل ايتو لما طلع يبرر ان هو مش مسؤول عن المعامل ما كانش مطلوب منه، لان الدوله المستضيفه مش هي اللي بتكون مسؤوله عن اي حاجه في البطوله، هي بتكون مسؤوله بس عن الاستقبال، وبتكون مسؤوله بس على الفنادق، وبتكون مسؤوله عن الملاعب. وحاجه الملاعب والاستقبال دي كمان الاتحاد الافريقي هو المطالب ان هو بيشوف هل الفنادق دي صلاحه ان احنا نحط فيها اللعيبه، هل الفنادق دي مجهزه، هل الملاعب دي صلاحه ولا لا. فكل حاجه عزيزي قصه الاتحاد الافريقي. فحته ان سامويل ايتو بيشيل كل حاجه، احنا بنشيلها لايتو علشان ايتو هو اللي ظهر قدامنا ان هو عايز يقيم البطوله. اما حته ان احنا ايتو كان عايز ياخد البطوله، صدقني مفيش اي مستضيف بطوله في العالم يبقاش عايز ياخدها. الاجواء في مصر كانت اجواء نوعا ما كانت شاذه شويه، لان احنا لما كنا موجودين هنا في 2019 مش عايز اقول لك ان اغلبنا كان بيشجع المنتخبات اللي كانت بتلعب منتخب مصر، لان احنا ما كناش حاسين وقتها ان المنتخب ده بتاعنا. فحته ان احنا يكون فرقه معانا ناخد البطوله، الكلام ده ما كانش حقيقي، الكلام ده ما كانش واقعي، لان احنا كنا فرقه بنتجهز، كنا فرقه بتعق، كنا فرقه جايبين مدير فني علشان خاطر يعمل فريق جديد، هوب قالوا له يلا هنحطك في كاس الامم الافريقيه ومطالب انك تاخدها، فكان المنطق خارج تماما عن السيطره. فلما تيجي تتكلم معانا سامويل ايتو عن البطوله عشان يكسبها، ومين في الاتحاد الافريقي ومين في دول افريقيا بيحط ما بيعملش علشان يكسبها؟ لو سامويل ايتو عايز ياخد البطوله وهو المشكله فيه ان هو شخص غير رياضي، فصدقني اغلبنا كاتحادات محليه لما بتعمل بطولات في بلدها بيصعب عليها قوي ان الفرقه بتاعتها تطلع، والمجاملات التحكيميه بتحصل مع الجميع، كلنا بنتجامل، كلنا الحكام بتيجي معانا عشان خاطر ارضيات، عشان خاطر احنا اصحاب الملعب. بكاري جسام اللي انا كنت بشتكي منه هو نفسه بكاري جسام اللي حصل له ضربه جزاء قدام الكونغو وصلتني كاس العالم، هو ده بكاري جسام. هي الكوره كده، هي افريقيا كده. لو انت مش عايز تقبل افريقيا، مش عايز تقبل كل مشاكل افريقيا، مش عايز تقبل جو افريقيا، فان شاء الله باذن الله نعمل لك بطوله في اوروبا. ولو هنعمل لك بطوله في اوروبا ان شاء الله هيكون ليك الاولويه انك تروح تاخدها. بس عايز اقول لك حاجه، سامويل ايتو مش هو الخسران ولا اي حاجه، بالعكس سامويل ايتو لولا نجوميته ولولا ان هو سامويل ايتو ولولا ان هو شخصيه قويه البطوله دي ما كانتش اتعملت. عارف ان الكلام والهجوم على سامويل ايتو بيجيب صريخ ضحك وبيجيب صريخ مشاهدات وصريخ اشتراكات، بس صدقني كل الناس دي مش عايز اقول لك هجاصين، هم ماشيين مع الموجه. انا ما بحبش امشي مع الموجه، لان ماشيين مع الموجه بعد فتره بتحس ان انت دوست على نفسك ومشيت مع الموجه عشان خاطر تلم شويه اشتراكات. صدقني والله الموضوع هنا والارباح هنا الموضوع مش مستاهل خالص انك تقعد تنزل للقاع علشان خاطر تلم مشاهدين او تلم اشتراكات او تلم ناس تقول لك انت كويس، حتى لو انت بتنافق او حتى لو انت بتجامل او حتى لو انت عايز تسمعهم اللي هم عايزينه. الموضوع مش مستاهل والله. انا بالنسبه لي لولا سامويل ايتو انا كمصري ما كانش هيرجع لي مشاعر تشجيع منتخب مصر، واغلبنا ما كانش هيرجع لنا مشاعر تشجيع منتخب مصر، لان احنا حرفيا ما كانش عندنا مشاعر موجوده لمنتخب مصر النسخه الحاليه. لولا ان هم عملوا اداء في البطوله دي خلى الناس ترجع وراهم، الموضوع اتغير. فانا بالنسبه لي كمصري سامويل ايتو ما جاش عليا ولا على منتخب بلدي في اي حاجه خالص. في يوتيوبر مصريين بيهاجموا سامويل ايتو علشان خاطر رضا
رضا ناس، بس انا مش منهم بصراحه، لان انا كمنتخب مصر سامو لقيته ما ضرنيش في اي حاجه، بالعكس سامو لقيته لما خسر مني في دور الاربعه سامو لقيته نزل حضن وائل جمعه ونزل سلم على اللعيبه وما عملش اي حاجه خالص. فانا بالنسبه لي لما اطلع هاجم سامو لقيته، هاجم سامو لقيته عليا. انت بالنسبه لك ممكن تكون شايف ان سامو لقيته عمل لك اجواء غير مناسبه للمنافسه، ممكن يكون وارد الكلام ده، بس انا برضو قلت لك قبل كده ان لعيبتك هي اللي ما بتعرفش تتعامل في الاجواء دي، ولعيبتك على مدار التاريخ بتاعها في افريقيا مش بتعرف تتعامل مع الاجواء ولا بتعرف تتعامل مع الملاعب. فاعتقد ان سامو لقيته مش هو اللي خسرك ولا هو اللي خرجك بره البطوله. فكل اللي عنده مشكله يا جماعه يرجع يحاول يحلها، ونرجع نحاول نرمي الازمه على اطراف خارجيه. فلو احنا هنرمي الازمه بتاع خروجنا على اطراف خارجيه زي سامو لقيته، صدقوني عمرنا ما هنصلح ولا عمرنا هنعمل اي حاجه كويسه، وهنفضل دايما نعلق على الشماعات طول ما هي موجوده. اتمنى الشماعات ما تكونش موجوده، اتمنى ان احنا نحاول نفتح عيننا ونشوف ان المشكله ما كانتش في الاخرين، المشكله كانت فينا احنا. لو عجبك الفيديو فاهلا وسهلا بيك مشترك جديد، واهلا وسهلا بيك بتعمل لايك. لو ما عجبكش الفيديو فاهلا وسهلا برضو بحضرتك مغادر للقناه، واهلا وسهلا بحضرتك بكومنتك السلبي. ده الموضوع والله ما مستاهل اساسا، احنا هنا بنقول اللي احنا عايزينه، فمن حق كل حد يقول اللي هو عايزه سواء رايه عجبك او